بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. امتحان متوقع، دراسات الصف الرابع الابتدائي، الترم الثاني 2019. كالعادة أول سؤال امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 2019، السؤال الأول: أمامك خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الأرقام عليها. خريطة عليها أرقام، طبعا الأرقام دي لازم نعرف كل رقم مكانه فين. فمثلا رقم واحد شايفينه في أعلى الخريطة فوق، أكيد ده البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، تمام. رقم اتنين أقصى شمال خالص بالنسبة للخريطة، طبعا الصحراء الغربية. رقم ثلاثة زي ما احنا شايفين في اللي مع انشقاق البحر الأحمر، هي شبه جزيرة سيناء. أما رقم أربعة خليج السويس، بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعية في مصر؟ طبعا تنوع المناخ، تنوع الحرارة بين الصيف والشتاء، هو ده تنوع المناخ. إنشاء الدولة لوزارة البيئة عام 97، طبعا لحماية البيئة من الأخطار، يعني هم ليه عملوا وزارة البيئة؟ عشان يحموا البيئة. رقم ثلاثة الهرم الأكبر من عجائب الدنيا السبع، ليه من عجائب الدنيا السبع؟ بسبب ضخامة حجمه وبراعة تصميمه. السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية: كان الملك يعين نقط ليساعد في إدارة شؤون البلاد، طبعا الوزير، كان يعين الوزير. تسبب الإسراف في المبيدات الحشرية في تلوث إيه؟ التربة والماء. من مصائد المياه العذبة في مصر بحيرة ناصر. بلاد يونت تسمى الآن بلاد الصومال. ما النتائج المترتبة على بناء السد العالي؟ طبعا حماية مصر من الفيضان والجفاف، لو عايز تزود كمان نقول توليد الكهرباء، الاهتمام ببناء جيش قوي في كل العصور، طبعا لحماية البلاد والدفاع عنها، الجيش القوي لحماية البلاد والدفاع عنها. السؤال الثالث اكتب صح او خطأ امام العبارة الصحيحة والخاطئة. نحصل من خلال التعدين على الحبوب الغذائية، خطأ. لقب رمسيس الثاني بطل الحرب والسلام، صح. يعد استصلاح الأراضي من أشكال تأثير البيئة على الإنسان، خطأ. المحميات الطبيعية مناطق يخشى عليها من التدهور ويجب حمايتها، صح. لمن تنسب الأعمال الآتية: تكوين أول إمبراطورية في التاريخ، طبعا تحتمس الثالث. بناء معبد الدير البحري، طبعا الملكة حتشبسوت. السؤال الرابع اكتب المصطلح العلمي الدال على عملية البيع والشراء للمنتجات والسلع وتبادل الخدمات. البيع والشراء اسمه ايه؟ طبعا تجارة، واحد بيبيع ويشتري يبقى ده تاجر، تجارة. طيب بناء هندسي يشيد على النهر لحجز المياه، يعني هنبني حاجة نحطها على النهر عشان المياه ما تعديش، يبقى كده احنا بنعمل ايه؟ السد، يبقى ده السد. طيب بناء ضخم من الحجر من عدة حجرات يوضع في إحداها تابوت للملك، يعني بناء كبير في حجرات كتيرة وواحدة من الحجر دي تابوت للملك، يبقى ده الهرم، يبقى ده اسمه الهرم. صوب ما تحت الخط، الجملة اللي تحتها خط خطأ هنصححها. أخناتون استطاع هزيمة الهكسوس، طبعا مش اللي هزمهم أخناتون، اللي هزم الأكسوس مين؟ أحمس. المصدر الرئيسي لقيام الزراعة في مصر نهر النيل،
طبعا مش الامطار، هم كاتبين الامطار، لا هي نهر النيل. قام زوسر بنحت تمثال ابو الهول، لا طبعا ده مش زوسر، اللي نحت ابو الهول هو خفرع. تقصر الماشية في الصحراء، لا الماشية تقصر في الوادي والدلتا. ده كان خلص الامتحان الاول، هناخد امتحان تاني. امام خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول الارقام عليها. كالعادة رقم واحد البحر اللي احنا قلنا عليه اللي هو في شبه جزيرة سيناء من فوق، ده طبعا البحر الاحمر. الصحراء اللي على الشمال هي بعينها اللي احنا قلناها الصحراء الغربية. قناة تربط البحر الأحمر بنهر النيل، أهو البحر الأحمر بنهر النيل، طبعا دي قناة اسمها سيزوستريس. سيزوستريس من هو؟ بنى الهرم المدرج بسقارة، طبعا الملك زوسر، اللي بنى الهرم المدرج الملك زوسر. عقد أقدم معاهدة سلام في التاريخ، تحتمس الثالث. تحتمس الثالث، تمام. طيب السؤال الثاني صح أو خطأ؟ يعد الوزير الحاكم الفعلي للبلاد، خطأ. طب أخذت المرأة حقها في المجتمع المصري القديم، صح صواب، أخذت حقها. من مصادر الطاقة التي تلوث البيئة، الرياح، صحيح. يساعد دخان المصانع في التخفيف من تلوث البيئة، خطأ. بما تفسر تلوث مياه الشرب؟ بسبب مخلفات المصانع التي تلقى فيها، يبقى الإجابة بسبب إلقاء مخلفات المصانع. السؤال الثاني اكتب كلمة صواب أمام ده، هو ده اللي احنا قلناه. هنشوف باقي السؤال الثالث. أكمل العبارات الآتية بكلمة مناسبة. أنشأت الدولة وزارة نقط عام 97، طبعا وزارة البيئة. وزارة البيئة كانت التجارة قديما تنم عن طريق المقايضة، زمان كانت عن المقايضة. تنقسم الصناعة إلى صناعة يدوية وصناعة حديثة. يدوية وصناعة حديثة. اكتب المفهوم العلمي الدال على الحفاظ على الجسم سليما بعد الموت، لما الجسم يموت يحافظوا على جسمه من خلال ايه؟ طبعا من خلال التحنيط، يحنطوه. بناء ضخم من دي قلناها الامتحان اللي لسه قايله دلوقتي اللي هو الايه؟ الهرم، تمام. طيب هنا بقى السؤال الرابع. دعا اخناتون لعبادة اله واحد، هو رع ولا امون ولا اتون ولا اوزريس؟ طبعا اتون. اتون. يتكون هرم سقارة المدرج من، طبعا من 6 مصاطب. 6 مصاطب. إسراف الفلاح في استخدام الأسمدة والمبيدات يؤدي إلى تلوث التربة، تلوث مياه الري، قتل بعض الطيور، كل ما سبق. طبعا كل ما سبق. من المحاصيل الشتوية البرسيم ولا القطن ولا الذرة ولا الأرز؟ طبعا البرسيم. أرسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارية لإحضار الخشب من بلاد فينيقيا. وشكرا والسلام عليكم.